شخصية متحيزة جدا للستات وللبنات، مش بنكر دور الراجل في حياتنا، ولكن انا شايفة ان دور الست اهم بكتير قوي من دور الراجل، مع احترامي الشديد لكل الرجال. بس انا في الاول قلت انا متحيزة جدا للبنات. انت اعترفتي كده اوريها على الشاشة؟ لا لا، انا على طول على فكرة ما بيهمنيش بقول. فانا شايفة ان الست حاجة قيمة جدا في المجتمع، يعني انا شايفة ان الست او البنت دي حاجة زي الجوهرة، لازم نحافظ عليها ولازم نعتني بيها ولازم ناخد بالنا منها ولازم نشوف طلباتها ولازم نحاول نحل مشاكلها، ندخل جوه العالم بتاعها عشان نكتشفها من اول جديد. فده كان سبب من الاسباب اللي خلتني اعمل برنامج كعب عالي ويبقى مخصص للستات. وعلى فكره البرنامج مش بس بيتكلم عن الموضه والازياء والتجميل، لانه ده جزء مهم طبعا جدا في حياه المراه، ولكن كمان بيتكلم في حاجات اعمق، يعني شويه من الشكل الخارجي، وهو مشاكل المراه ومشاكلها الزوجيه واطفالها وصحتها وشكلها وجسمها، كل ما يخص المراه ده يعني انا مهتمه بيه جدا على المستوى الشخصي وعلى مستوى شغلي. عشان كده انا حبيت ان انا اعمل برنامج يغوص جوه العالم الجميل وعالم المراه. تمام، اجابه دبلوماسيه جدا. لكن خلينا بقى ندخل في موضوع النهارده، اليوم العالمي للفتاه في اسبانيا في سنه 1937 كان موضوع الاهتمام بالاطفال سواء بقى فتيات او ذكور. صحفي انجليزي كان ايام الحرب في دور في الشوارع طبعا بطبيعه عمله، فلقى طفل معلق في رقبته ورقه مكتوب عليها ممكن حد يقدر يربيني. فمن هنا بدا الاهتمام ان هم يدوروا على حاجه تحمي حقوق الاطفال ومن ضمنهم طبعا الفتيات. من المؤسسات اللي تعبت كتير جدا علشان تعمل يوم عالمي للفتاه، يعني بنعتبره يوم خارج من رحم اليوم العالمي للمراه اللي بقاله سنين طويله بنحتفل بيه، منظمه بلان، ودي اللي مقرها الولايات المتحده، كانت بصراحه ليها فضل كبير في ان الامم المتحده تقر في نوفمبر 2011 ان 11 اكتوبر من كل عام هو اليوم العالمي للفتاه. احنا معانا النهارده من منورنا الاستاذه اماني شنوده، مديره العلاقات العامه والاعلام لمنظمه بلان. نرحب بحضرتك مره ثانيه. في البدايه كده ممكن تعرفينا سريعا على طبيعه منظمه بلان واهم البرامج اللي بتشتغل عليها. الحقيقه هي بلان زي ما اتفضلت وقلت يوسف ان هي معنيه بالطفل بالدرجه الاولى، يعني احنا شغلنا يعني في القلب كده الطفل. لكن يعني السياسه العامه ادركت انه ما ينفعش ان احنا نعتني بالطفل لوحده ونسيبه لانه هيضيع لوحده. فقررنا انه الطفل لازم عشان يطلع في مجتمع يقدر يطلع احسن ما عنده، يقدر يبدع، يقدر يبقى فعلا طفل ناجح، كان لازم نشتغل على المجتمع كله. فاحنا بنشتغل من خلال اربع محاور اساسيه، اولها هو الطفل، حمايه الطفل وحقوق الطفل، والثاني هي الفتاه والمراه، لان هي طبعا الطفله، ثاني لان هي الطفله البنت وهي الام وهي الاخت. وبنشتغل على المجتمع المدني لانه احنا محتاجين يكون في تنميه مستدامه، في اي وقت بلان خرجت من المجتمع ده يكون في مجتمع مدني وجمعيات قادره تنفذ او تنمي المجتمع اللي هي فيه. ورابع حاجه طبعا الشباب، لان هم طبعا هو الترتيب هم اربعه متقسمين، ما فيش واحد واثنين. الشباب طبعا لانه كلنا عارفين ان هو صوت المجتمع، فهو اللي هيقدر يتكلم على مشاكل المجتمع، وهو اللي هيقدر يتكلم على الاطفال اللي في المجتمع محتاجين. فهم الاربع محاور دول اللي احنا بنشتغل عليهم، اللي بنشتغل عليهم، وفي قلبهم هو الطفل.